السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير والف سلامة. يا رب يقعد علينا الايام بخير. تعالوا مع بعض نعمل الحلبسة او نعمل مع بعض حمص الشام الجميل الجامد ده، بجد 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 تحفة، طعم يعني احلى من برة بمئة الف مرة. ده معانا هنا نص كيلو، انا جبته نقعته، كنت كل مرة بغير المية بتاعته من الوقت للتاني لانه طبعا بيشرب المية وعشان ينزل المرارة بتاعته. بعد ما خلاص لقيته نفش معايا وكده، جبت مية سخنة وبتغلي وحطيت فيه الحمص بتاعنا. معايا هنا بصلاية وثلاث اربع فصوص ثوم، هنضربهم في الكبة. وده كده اهو خلاص فرمناهم. جبنا بقى معانا طماطمين ثلاثة كده، انا هحطهم برضو هضربهم في الخلاط، مش حابة خالص ان انا اخليهم يعني صحاح كده. طبعا هنا هيبقى في ريم هنا كده هنشيله عادي خالص، مفيش اي مشكلة. انا هبدأ ان انا هنا انزل بالصلصة بتاعتي، وهنزل بالبصل والثوم المفرومين بتوعنا، لان انا مش حابه ان هما يبقوا يعني صحاح كده او يبقوا ظاهرين. وهقلب عشان خاطر الصلصه تبقى يعني واخده كده من الميه كلها وتبقى كلها صلصه بالشكل ده. انا طبعا ما حطيتش نص كيلو كلهم، حطيت بس على قدنا كده، والباقي هسلقه كده لوحده وهشيله في الفريزر. معايا بقى هنا ملح وكمون وبابريكا، طبعا على حسب الكميه بتاعتك بتحطي الكميه البهارات بتاعتك. وهقلب يا رب النهاردة الفيديو يكون مفيد ليكي. وتعالي نعمل بقى دي الدقة بتاعت الحلبسة بتاعتنا. هنجيب شوية كده كبشة او كبشتين، انا حطيت كبشتين على معلقة صغيرة من الشطة، وهقلب وهحط عليها عصرة ليمونة، وهي دي هتبقى الدقة او الدقة بتاعتنا. دي للي حابب ان هي تبقى مشطشطة، بجد 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 اقسم بالله طعمها تحفة، جربيها وهتدعيلي. وانا هنا بقى ابتدت تغلي معايا كام غلوة كده، انا حطيت هنا فيه كام فص من الليمون، وهشيل برضو الريم بتاع الطماطم. هو بيطلع معايا بكل سهولة اهو. وده كده الشكل النهائي بتاعنا. يا رب الفيديو يكون عاجبكم وجربيه، بجد مش هتندمي خالص. ده كده شكلنا كده في النهاية. يا رب النهاردة اكون خفيفة على قلوبكم، حاجة بسيطة كده، وانا هحط شوية من الشطة. ده للي حابب طبعا. وما تنسينيش بقى يا امرايا في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس لأول مرة تشوف القناة، ولازم تفعلي الجرس علشان خاطر تبقي من متابعين الجدد ومتابعيني المتفاعلين، ويوصلك مني كل اشعار بكل فيديو بنزله ان شاء الله. اذا عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اللايك، وما تنسينيش بقى في الكومنتات وتقولي لي رأيك ايه. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي، وما تنسيش اللايك.